هو انا شايف ان الكوتيفوار فرقه مش سهله خالص، يعني فرقه قويه ورياضيه، ولكن انا برضو شايف ان الفريق عندكم قوي بصراحه. يعني احساس الشخص بيقول انك ان شاء الله باذن الله هتكسبوا ان شاء الله، يعني في المنتخب دوت ان شاء الله باذن الله على الاقل يعني 2-1 على الاقل ليكم ان شاء الله باذن الله. اتمنى الفوز للمنتخب المغربي.